أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. First of all, thanks God. Thank you for my brothers, teammates, and my coach, coaching staff, and management, manager. I'm not gonna say anything. Just thanks God. الحمد لله. لعبوا أول أعتقد position ثاني position لعبوا أزون وحاليا بيقلبوها للمان تو مان موستي درايف أمام مان تو واو جود موف جود موف لكن الأهم التسجيل وباسكت إن عم تنحسب عنده أفرج 12 نقطة بيأتي بهوك شوت أولى نقاطه في المباراة هاي أول 2 بوينتس وحاليا موستي بيبدأ الشو جود جوب لعبته موستي لل 3 بوينتس عموما موستي بياخذ كره على الثري بوينتس ايدك حلوه حريف عم بتكون نار هيز اون فرا مولعه تماما هون فيها خطا غير رياضي على مسؤوليتي من حسب فيها خطا غير رياضي يا كابتن احمد من الان على المستوى الدفاعي 10 من 10 وهجومي قد ايه 10 من 10 اذا سجلتها اربعه من اربعه على الثري بوينتس عم بيكون اون فاير انتم الحق مش قلت لكم على مسؤوليه المعلق اللقاء قادرين بعده خمسه وسبعه بعده بخمسه والسبعه على الطريق لكن في تايم اوت بيوقف كل الحكي فيري جود ديفنس رولينج جيم ثم كاتش اند شوت والكره سويش واو شو حلوه للمنام هيمنوا تماما على الملعب والفريق اللي كان متاخر ب 8 و 9 نقط حاليا عم بياخذ الليد ب 5 بوينتس روعه موستي روعه البحرينيين زون ديفنس المان تو مان كره عند موستي 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 درايف موستي شوت صعب للغايه و 2 بوينتس برافو عليك بدك تكون السنتر ماكسيم مارتشوك وهناك ايضا لاعب ديمتري السنتر جافرلوف وحاليا نادي الملعب